نعم عاودي لنا شنو انا اساسا انا كنمشي ونجي على المحلات ديال الناس. ملي انا بان لي حدا لوطيل بدا بان لي حدا لوطيل كي من الفوق بدا كيتحرك وانا هربان من حدا البارير وانا كان على معي بعض الله كنقول لهم ما تهبطوش من هنا ما تهبطوش من هنا شويه طاح داك الشيء على الحيط على المحلات ديال الناس داك ايوا شي 7 وقيله ولا ما عرفتش 12 صافي هادشي اللي كاين. موالف هنايا كيكون شي حد ايوا في لوطيل داخل كانوا ساكنين في هذوك الشمكاره وهذا وغير حفظهم الله نيت شي جوج كاينين تما حفظهم الله هبطهم من تما ما ماتوا ما وقع لهم والو الحمد لله. اخو كنت في المكان ديالي حتى سمعنا بحال شكل ديال البوطن بحال البوطه بحال بحال الزنزل الله يحفظ الزنزل ملي جينا نشوفوا لقينا الغبابر كلشي ملي جينا اكتشفوا مزيان لقينا لوطيل نص كله طاح الغبابر والحمد لله ما كان لا ضحايا لا والو الحمد لله. اصدقاء سيكريتي ما كان حتى شي علاش كان الناس كيسدوا هنايا؟ جات 8 لاروب ولا الحادثه وقعت مع 8 بيلا. كي تشطب تما كنت بان لي هوطيل طاح هود تلحت البرويطه وعلقت كاين السمكاره كاين بزاف حوايج. شحال واحد كيسكن هنا؟ ترى بزاف بزاف. اليوم حنا كنتواجدوا في شارع محمد الخامس قدام عماره بيسونو يعني اوتيل لينكون. هذا الاوتيل اللي هو تاريخي اللي ولا في الملكيه ديال الوكاله الحضاريه بعد نزع الملكيه ونزعه من الملك ديالو الاصلي اللي انه حاول بشتى الطرق انه يقوم بالاصلاح ديالو. خداته الوكاله الحضاريه. اليوم كنكونوا في الانهيار الثالث اللي كيشكل واحد الخطوره للمره الثالثه. اليوم هو الانهيار الثالث يعني بعد الانهيارات اللي كانت متتاليه ودائما كتشكل خطوره. الحمد لله انه ما كاينش عندنا ضحايا يعني مجموعه من الغبار وهذا اللي مشات للقيصريه اللي بالجانب ديال هذه البنايه هذه. كنقولوا اليوم المسؤولين على مستوى الوكاله الحضاريه وعلى مستوى عملت مقاطعه الدار البيضاء انفا الم يصل الوقت انه نحيدوا هذه البنايه هذا لانها كتشكل تهديد لا على المره لا على الراكبين ديال الترامواي. واش غنتسناو حتى توقع شي كارثه؟ عادي يمكن لنا اننا ندخلوا. وكيف ما كتشوفوا اليوم انه حتى رجال المطاف ما تواجدينش في هذه اللحظه هذه وهذا جانب اللي هو سلبي في العمليه. يعني غنتسناو غدا والديماراج ديال الترامواي غادي يكون مع الصباح وهذا. شكرا.